سمعت عن موضوع ان انا من عن طريق اصدقاء لي قالوا لي عن في اتوبيس تعليمي بيعلم كمبيوتر وبعض البرامج بتاعته، فجيت حبيت اشترك هنا. هتعلم الكمبيوتر، هتعلم على برنامج الرسام، الانترنت. يعني لو برضو نتيجة بتاعت الثانوية أو بالنتيجة بتاعت أي شهادة ممكن الواحد يجيبها من على النت وهو قاعد في بيته في 5 دقايق. يعني أنا أبحث مثلا، يكون جاي لي بحث، سابقة بحث أو أي حاجة ممكن أبحث عنها عن طريق النت. نادي التكنولوجيا المتنقل هو عبارة عن مكان موصل بالإنترنت عبر قمر صناعي يقوم بتسهيل وتوصيل التكنولوجيا لأماكن ريفية ونائية. اتعلمت بقى الانترنت واتعلمت حاجات كتير، اتعلمت ازاي ندخل على الانترنت، ازاي ندخل على الموقع، ازاي يعني ندخل على حاجات كتير. مثلا في المذاكرة في حاجة مش عارفة احلها، اوديها للحاسب الالي، الحاسب الالي يفهمها لي. مثلا عندي وقت فراغ كبير ومش عارفة اقضيه فين، لعبت جيمز، لعبت حاجات، لعبت مسابقات، يعني وحاجات كتيرة في الكمبيوتر مهمة.